الملف تاعي راهو تم ايداعه طبقا للقانون الاساسي للفيدرالية وقانون الانتخابات الفيدرالية. اي واحد مستقيل ما يقدرش يزيد. مانيش مستقيل. فوالا. جدا. جدا وخاصة بالمشروع اللي راح نطرحه امام الجمعية العامة. شكرا. شكرا بارك الله فيك. شكرا جزيلا. دقيقه مخدوم جات اليوم اودعت الملف تاعكم رسميا يعني. نعم تم ايداع ملفي رسميا اليوم ان شاء الله وكان فيه عندي فريق مبني على التشبيب على التجديد على المستوى الجامعي وكنت نقول للزملاء تاعك اني ان شاء الله راني محضر برنامج عامل اللي راح نطرحه امام الفضاء الرسمي اللي هو الجمعيه العامه يعني 17 ملف جاهز وكل ملف يعني أكثر من 17 ملف.